الاستثمار تحول إلى استعمار، إيجاد فرص لأبنائنا بمئات الآلاف من فرص العمل عن طريق الاستثمار يتحول إلى استعمار. المستثمر يجيب فلوسه ومشكور، المطلوب يوفر له بيئة تحميه مو نبتزه. السعودية اليوم واحدة من أغنى 5 دول بالعالم، تحط استثماراتها بالعراق أصبح عيب؟ كل الحكومات السابقة ذهبت إلى السعودية، تفاضل السعودية من زمن دكتور حيدر العبادي، وقبلها أول زيارة السيد المالكي ذهب إلى السعودية، ودكتور عادل ذهب إلى السعودية، لكن ظروف كورونا منعتنا من الذهاب إلى السعودية، ولكن اتفاقيات مذكرات تفاهم عديدة وقعنا ويا السعودية لخدمة بلدنا. معقول دولة غنية جار العراق أقول لا تستثمر؟ لا، خلي يستثمرون، هذا بلد مفتوح لكل استثمار يخدم العراقي، أي شيء يخدم العراق أهلا وسهلا فيه في العراق. أقول بكل صراحة السعودية عندها استثمارات في الزراعة في كندا، أرجنتين، برازيل، وهذا استثمار تشكل من زراعة بعض المقاطعات 50 أو 80%. ليش ما يكون استعمار؟ بس عندنا صار استعمار. مع كل هذا، هذه قد توفر فرص عمل لشبابنا العاطل اليوم الظاهر يبحث عن فرصة عمل. ليش؟